يا مساء الفل أعزائي المشاهدين، النهاردة في الفيديو ده هنستعرض معاكم أفلام خارج وداخل البوكس أوفيس اللي كانت بتتعرض في السينمات والمنصات العالمية من وقت قريب، وبقى متاح تحملها أونلاين بصورة كويسة جدا. وكل اللي احنا هنعمله في الفيديو ده هنوضح لكم شوية معلومات وقصة كل فيلم باختصار، وانت كل اللي عليك لو عجبتك قصة أي فيلم ادخل ابحث عنه وحمله، وكمان هنساعدك وهنعرفك تقييم كل فيلم من على موقع IMDb. وعموما انا ندو معاكم من قناه سينما ستور، ويا اهلا وسهلا بيكم. واول فيلم معانا النهارده فيلم هندي واسمه بلور، وتم إصدار الفيلم يوم 9/12/22، والفيلم ده يعتبر إعادة للفيلم الأسباني جوليا آيز، والفيلم ده يعتبر فيلم قوي جدا وفي غموض وإثارة كبيرة. وعامة قصة الفيلم بتحكي عن بنتين إخوات توأم، بس الاتنين كان عندهم مرض في عينيهم، وللأسف المرض ده بيخلي نظرهم بيروح تدريجيا. المهم في يوم من الأيام واحدة من الأختين دول بتموت منتحرة، ولما راحت أختها وشافتها شكت إنها ماتت مقتولة، رغم تقرير الشرطة بيوضح انها ماتت منتحرة وما كانش فيه اي حد موجود معاها ساعتها، بس علشان كانت واثقة ان اختها اتقتلت فضلت تدور وتبحث على السبب اللي ممكن يخلي اختها تموت منتحرة. بس مع الوقت اتضح ان في حد خفي محدش يعرف عنه حاجة كان موجود معاها، وده الدافع اللي خلى اختها تحاول على قد ما تقدر وفي اسرع وقت توصل للحقيقة، وده قبل ما هي كمان نظرها يروح. وعلى فكرة قصة الفيلم ده حلوة جدا وممتعة، بس النصيحة الأفضل إنك أنت تشوف النسخة الأسبانية الأصلية اللي صدرت سنة 2010. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 4.6 من إجمالي تصويت 408 صوت. غوتمي؟ غوتمي؟ تاني فيلم معانا فيلم اسباني واسمه God Corked Lines، وتم اصدار الفيلم يوم 9/12/22، والفيلم ده من وجهة نظري يعتبر من ضمن اقوى افلام السنة دي. المهم بتدور احداث الفيلم سنة 1979، وقصة الفيلم بتحكي عن واحدة اسمها أليس شغالة محققة، وفي يوم من الايام بيطلب منها واحد دكتور انها تحقق في مقتل ابنه، وابنه ده كان مريض نفسي ومتواجد داخل اكبر مصحة نفسية، طلب منها انها تساعده في اكتشاف من وراء حادث مقتل ابنه. طبعا كانت عاوزة تدخل المصحة بأي طريقة، وقدرت تقنع كل الدكاترة انها مريضة نفسيا، وانها حاولت اكتر من مرة تسمم جوزها، وده بسبب ان هو كان عاوز يورثها. المهم انها نجحت في الاخر انها تدخل المصحة النفسية بطريقة رسمية، وطبعا كان الهدف من دخولها المصحة هو تفتيش في ملفات المرضى، وتحاول تعرف مين المسؤول عن مقتل احد المرضى زي ما وضحت في البداية. بس تفتكروا في النهاية هتقدر توصل للقاتل ولا لا؟ طب وحتى لو موصلتش للقاتل هتقدر ازاي تقنع الدكاترة تاني انها مش مريضة نفسية وانها كانت داخلة هنا المصحة علشان التحقيق وبس؟ ولا تفتكروا هي اصلا في الحقيقة مريضة نفسية وبتألف قصة موضوع التحقيق ده؟ الفيلم ده غامض جدا واحداثه غير متوقعة، وممكن النهاية لبعض الناس ما تكونش مفهومة قوي، بس للامانة فيلم ممتاز ويستحق المشاهدة. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 7.1 من اجمالي تصويت 2600 صوت. हम हमेशा कुछ ढूंढ रहे होते। उसे पाने का सबसे आसान और तेज जरिया होता है कि पागल बन जाओ। وثالث فيلم معانا اسمه Something from Tiffany's، وتم اصدار الفيلم يوم 9/12/22 على منصه امازون برايم، والفيلم ده من بطوله النجمه زوي دويتش. قصه الفيلم بتحكي عن واحده اسمها راشل، وكانت شغاله في محل مخبوزات، وكانت عايشة مع واحد اسمه غاري وكان شغال رسام وشم، والناحية التانية في واحد اسمه ايسن كان شغال كاتب. المهم ايسن هو وبنته ديزي كانوا بيشتروا هدايا لواحدة اسمها فينيسيا من محل اسمه تيفاني، وفي نفس الوقت برضه غيري كان بيشتري هدايا لراشل من نفس المحل. المهم غيري بيعمل حادثة وبيفقد وعيه، واضطر ايسن ان هو يساعده ويوديه المستشفى، وراشل بتقابل ايسن وبتشكره ان هو ساعد غيري، واتكلموا لفترة كبيرة وكانوا مستريحين جدا لبعض. المهم شنط الهدايا بتاعتهم هما الاتنين بتتغير اثناء الحادثة، ولما فتحت راشل الهدية اتفاجئت بالخاتم ومكانتش جاهزة لحاجة زي كده، ولما فينيسيا فتحت الهدية برضو اعجبت بيها
بس إيسن استغرب من الهدية، بس بتفاجئ إن الهدية ديت مش هي اللي كان جايبها. المهم القدر بيجمع بين إيسن وراشل من تاني في إطار كوميدي، طبعاً وسط أجواء جميلة والاحتفالات بالكريسماس. فيلم لذيذ وخفيف، وقصة الفيلم مش معقدة وكمان عائلي. عموماً تقييم الفيلم من موقع IMDb حصل على 6.3 من إجمالي تصويت 1900 صوت. I know something when I see something, and that wasn't nothing. I'm never gonna see him again, so whatever. Hello again. رابع فيلم معانا فيلم اسباني باسمه The Marriage App، والفيلم تم اصداره يوم 7/12/22 على منصة نتفليكس. وقصة الفيلم بتحكي عن اتنين متجوزين وكان عندهم طفلين، بس كانوا عايشين حياة مملة. والزوج كان شغال طبيب اسنان بس كان بيحب الطبخ جدا، وحلم حياته ان هو يكون طباخ. المهم كان كل وقته بيقضيه مع أصدقائه في الطبخ وسايب مراته ومشاكل البيت. المهم في يوم من الأيام بيعرف إن تم اختياره في مسابقة طبخ، بس المسابقة ديت هتكون في المكسيك، وطبعا علشان علاقته بمراته كانت متوترة فكان خايف يقولها على المسابقة، وخصوصا إن مراته أصلا بتتخانق معاه وإن هو مش مهتم بأمور البيت. المهم في يوم من الأيام بيقابلوا أخت مراته وجوزها، وخدوا بالهم إن هم عايشين حياة جميلة وسعيدة، وبيعرفوهم إن في برنامج زي أبليكيشن هو السبب في سعادتهم. والزوج بيعجب جدا بفكرة الابليكيشن، كان عاوز يرجع الشغف في علاقتهم من تاني بأي طريقة. والابليكيشن ده كان عامل زي ساعة، كل ما تقول كلمة كويسة أو تعمل موقف حلو بتاخد نقط، ولو عملت حاجة وحشة النقط هتتخصم. وكان كل هدف الزوج إنه يجمع 1000 نقطة علشان يقدر يطلع مع أصحابه المسابقة. وفعلا ابتدت العلاقة ما بينهم تبقى كويسة، بس تفتكروا إن المشاعر اللي ما بينهم ديت حقيقية ولا مجرد علشان يجمعوا النقط وبس؟ فيلم كوميدي ودمه خفيف جدا، وتحس ان هو واقعي وبيبين المشاكل الطبيعية ما بين اي اتنين متجوزين. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 5.4 من اجمالي تصويت 569 صوت. Necesito 1000 millas, muchísimo. Si rellenas la cubetera de hielo, 3 millas. Esto es perverso. ¿Qué haces, mi amor? Saca la basura. خامس فيلم معانا فيلم Pray for the Devil، والفيلم تم إصداره يوم 28/10/22. وزي ما انتوا عارفين ان الفيلم ده كان داخل افلام البوكس اوفيس، بس حاليا بقى متاح تحميله اونلاين. قصة الفيلم بتحكي عن واحدة راهبة اسمها آن، وكان عندها اعتقاد انها موهوبة في طرد الارواح الشريرة، وبتروح الكنيسة وبتحضر محاضرات عن طرد الارواح. المهم في يوم من الايام بتعرف ان في بنت صغيرة عليها روح شريرة، بس الروح ديت ما كانتش اي روح، كانت قوية جدا وبتنتقل من شخص للتاني. بس اول لما راحت وشافت البنت عرفت ان الروح اللي عليها هي السبب ورا تعذيب مامتها زمان، بس في النهاية ازاي هتقدر تتعامل مع الروح الشريرة ديت؟ وبصراحة الفيلم مش احسن حاجة بالنسبة للناس اللي بتحب افلام الرعب القوية. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 5.2 من اجمالي تصويت 4800 صوت. Than at any other time in history. Sir, we must fight for every soul. Defend us in battle against the spirits of wickedness. وعامه لو كنت اتفرجت على اي فيلم من 5 افلام دول، يا ريت تكتب لنا تقييمك الشخصي لكل فيلم ورايك فيه. ولو عندك فيلم جديد شايف ان هو يستحق المشاهده، يا ريت تكتب لنا اسمه عشان نعلن عنه في اجزاء تانية قريب. ويا ريت تدعمونا ان شاء الله، بس حتى بلايك تقديرا لمجهودنا. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.